تقول هل رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لم يفعل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مع الإقامة؟ رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة لا دليل عليه، يدعو لا بأس يدعو لكن بدون رفع اليدين، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.